شب حريق بقرية ماسيكات بكانتون مادغو مركز إداري آتيا الريفي، وقد تسبب الحريق في خسائر مادية كبيرة. ومن أجل مؤازرة المنكوبين قام محافظ مقاطعة البطحة الشرقية أحمد تجاني موسى برفقة بعض المسؤولين قاموا بزيارة لموقع الحريق. محمد طاهر جبريل. بعد أسبوعين من اندلاع حريق هنا، ما زال سكان هذه القرية المسمى مسكياتي في كانتو مادغو يعيشون وضعا في غاية الصعوبة، فالحريق قد أتى على معظم مساكن القرى. خسائر تتمثل في 125 كوخا، أكثر من 200 جوال غلال، عشرات الماعز، إلى جانب مبلغ نقدي نحو 7 ملايين فرنكا. كل هذا أصبح رماد، إلا أنه لم يسجل حالة وفاة. بعد زيارة مكان الحرائق من أجل مؤازرة المنكوبين، قدم أعضاء الوفد الإداري المكون من محافظ مقاطعة البطحة الغربية أحمد تجاني موسى، رئيس المركز الإداري لأتي الريف علي أمين، وشيخ كانتون مادغو شقيفة محمد موسى، قدموا نداء مستعجلا إلى الحكومة والمنظمات الإنسانية لإغاثة المتضررين. وفي نفس الكانتون تحديدا قرية ميرسي، قام وفد المحافظ بافتتاح مركز صحي. هذا المرفق الصحي تم بناؤه من قبل المواطنين أنفسهم، وتبنته المندوبية الإقليمية للصحة العامة بالبطحة، حيث زودته بمعدات وطبيب للعمل فيه. كل المتحدثين في المناسبة أشادوا بخطوة أهالي ميرسي وطلبوا منهم العناية الفائقة بهذا المركز هذا، وتشجع الحكومة المواطنين بالأرياف على القيام بهكذا مبادرات للمساهمة في تقليل المعاناة الصحية للأطفال والنساء الحوامل. محافظ مقاطعة البطحة الغربية أحمد تجاني موسى طلب من بقية القرى والكانتونات القيام بالعمل ذاته، واعدا بالإشراف على كل المراكز الصحية ذات